السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، صحاف طوركم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اليوم بإذن الله راح نوريكم طريقة لنحتفظ بها أنايا بالجبن هدايا نابولي. هذا جبن مليح في ليكيش، في البيتزا، في الكغاتان، يجي بنين وروعة، يجي هائل. أنايا هذا المرسو نشري دائما مرسو كيما هكذا، ونقطعو مرسوات ونخبيه، نخلي غير المرسو اللي نخدم به. اليوم راح نوريكم كيفاش نحتفظ به باش يشد لي اطول مده ممكنه. هنا دركا انا واش راح ندير، راح نقسمو مرسوات اجزاء، نقسمه بهذاك اللي يكون شغل منشار هكذا مسنن، من الأحسن يكون هذاك الموس، ولكن على حساب انتي وش عندك في الدار. هكذا نقسموه، انا راح نخلي مرسو فقط واحد شويه كبير. نقسموه مرسوات كيما هكذا، وكل ما تحتاجي تكملي المرسو اللي يكون عندك تعاودي تفتحي المرسو اللي بعده وهكذا باش ما يضربوش الهواء. هنا بعد ما انا قسمت هذا الفرماج، قسمته هكا مرسوات، دركا نجيب المرسو اللي راح نخدم به دائما، يعني يكون دائما عرضة للهواء، نديره في باطة تاع بلاستيك هكذا ونقفل عليها. كل ما نحتاج نجبد نخدم الرابي ونعود نرجع. ونحطوه في الثلاجة فريجيدان. اما بقية الاجزاء هذوك المرسوات واش راح ندير، دوكا راح نديرهم كامل في ساشي ونخرج منهم الهواء، اذا ردي زيري مليح باش تخرجي هذاك الهواء يكون داخل الساشي، وتربطي مليح وتخليهم عندك في الجيدان، ما يصيرهم حتى حاجه، يشدوا لك اطول مده ممكنه. في الاخير اخواتي هذه تدبيره تاع اليوم، اذا عجبتكم ماذا بكم دعموني بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن، الى اللقاء والى الملتقى اخواتي، وصحه سحوركم.